وان شاء الله باذن الله نتمنى لك وكل جماهير الاهلي تتمنى لك ان شاء الله مستقبل كويس. عندنا حوار طويل ان شاء الله، عندنا هنتكلم كلام كبير ان شاء الله، فبس بعد التقرير عندنا تقرير عن كابتن طارق سليمان، نروح للتقرير ونرجع لحضراتكم. واحد من أبرز حراس المرمى في تاريخ الكرة المصرية، نجح في حصد الألقاب واقتناص البطولات رغم أنه لم يكن وقت التتويج بها لاعباً في صفوف قطبي القمة، لكنه لا ينسى أبداً أنه أحد أبناء القلعة الحمراء، وأن التطور الكبير في مستواه يعود إلى الخبرات الكبيرة التي اكتسبها خلال فترة تواجده في صفوف المارد الأحمر. إنه حارس مرمى النادي الأهلي وفريق المقاولون العرب ومنتخب مصر السابق طارق سليمان. البداية كانت في بلدته الحامول بمحافظة كفر الشيخ، حيث كان لاعباً في صفوف الناشئين بنادي الزعفران المنافس حينها في دوري الدرجة الثالثة، وكان يمتاز بالطول الفارع والقوة الجسمانية الكبيرة، حتى أنه كان يمثل منتخب مصر تحت 16 سنة وعمره 13 عاماً فقط. في نهاية الثمانينيات كان طارق سليمان على موعد مع تغيير كبير في مسيرته بالانتقال إلى الأهلي الذي حصل على توقيعه مقابل 10,000 جنيه. سرعان ما تألق طارق سليمان في صفوف ناشئي الأهلي وانضم لمنتخب مصر تحت 16 عاما بقيادة المدرب الراحل طه بصري، لكنه تعرض للإصابة ولم يشارك في كأس العالم للشباب بكندا، رغم أنه كان أحد أبطال مباراة حسم التأهل للمونديال أمام الجزائر. أول مباراة رسمية لطارق سليمان مع الفريق الأول كانت أمام السكة الحديد في دور 32 لبطولة كأس مصر، وتألق طارق سليمان في التصدي لركلات الجزاء ليقود الأهلي لدور 16، كما كان احتياطياً لأحمد شوبير في البطولة العربية التي أقيمت بمصر بمشاركة المريخ السوداني واتحاد جدة السعودي. بعد وصول طارق سليمان لمرحلة الفريق الأول كان الأهلي يضم بين صفوفه عدداً من أبرز حراس المرمى، لذا قرر سليمان الرحيل في عام 1993 إلى المقاولون العرب ليكتب صفحة من الإنجازات اللامعة رفقة ذئاب الجبل. خلال 12 عاماً في الجبل الأخضر خاض طارق سليمان 256 مباراة وحقق خلالها 4 بطولات، هي كأس الكؤوس الإفريقية عام 1996 وكأس مصر عامي 1990 و1994 وكأس السوبر المصري عام 2004، في إنجاز كبير لحارس يفوز بكل هذه البطولات من خارج قطبي الكرة المصرية. وبعد الرحيل عن المقاولون العرب انضم إلى إسمنت أسيوط ليقدم واحدا من أفضل مواسمه وعمره 34 عاما، ثم رحل بعدها إلى جاره بترول أسيوط ليختتم فيه مشواره بعد إصابة قوية تعرض لها. بعد الاعتزال عمل طارق سليمان كمدرب لحراس المرمى مع حسام البدري في المريخ السوداني ثم إمبي، وبعدها في النادي الأهلي، كما عمل مع العديد من المدربين المصريين والأجانب رافعا لواء القلعة الحمراء ومعدا لحراسها بكل إخلاص وتفانٍ.